في تغيير صار بهذا الواقع، في موجه كبيره عم بتصير بلبنان بما يخص الريسايكلينج واعاده التدوير، والحمد لله انه كنا نحن من الاوائل الاشخاص اللي عم نطلقها بالبلد، وعديد من زملاء لانه عم بيشتغلوا بهذا الشيء، وان شاء الله بعد تنتشر اكثر واكثر واكثر، لانه عنا ايمان انه الفرز من المصدر هو الحل. انه لازم نقي كل اليمان وحده، يعني الورق وحده والحديد وحده، بس هلا صرت عم جرب اعمل اكثر ترياج. اوكي بياخد افار، بس انه الهدف مش المردود المادي اكثر من هالمشاركه بالعمليه، انه عم نجرب نعمل شيء احسن للبلد للمجتمع. يلا باي باي. ما كان في علاج للوفيات، يعني هيدي مرحلة جديدة، يعني شيء جديد انه يصير في عنا ثقافة الفرز، نحن اساسا ما كانت موجودة عنا بالبلد. فرز النفايات اليوم على كل الأصعدة، من مواد بلاستيكية، من ورق، من كل شيء، هو أكيد أفضل الحل لمشكل النفايات الموجود اليوم بلبنان. كمان تقدر نستفيد منهم بكتير أمور تانية غير مشكل أنه النفايات عم تتراكم وما عم نعرف شو بدنا نعمل فيها. عم نشتري الأناني المي نستعملهم، من بعد ما نشربهم مجبورين نكبهم هيك، مشان ما نكبهم بالزبالة بنقدر نفرزهم ونجمعهم، وبنقدر نساعد فيهم عالم، نستفيد يعني بالمبلغ اللي بيطلع من المصاري يعني.